عمر مرموش يعمل في صمت بدون أداة تطبيل زي محمد صلاح. للمباراة الثالثة على التوالي عمر مرموش بيسجل هدف من كرة ثابتة في الدوري الألماني، هداف الدوري الألماني، بيقود فريقه بكل نجومية. عمر مرموش متألق في الدوري الألماني، عمر مرموش محتاج بس الإعلام المصري يسلط عليه الضوء زي ما مسلطه على محمد صلاح، ولكن هي الموضوع بيبقى ماشي في طريق والناس ماشيين في طريق تاني، كلهم ماشيين مع محمد صلاح وناسيين نجم مصري زي عمر مرموش محدش بيتكلم عليه. والله العظيم عمر مرموش بيقدم أداء في الدوري الألماني الموسم الحالي يستاهل ان الإعلام المصري والصحافة المصرية يطبلوا له ربع اللي بيطبلوا له محمد صلاح، هنشوفه في احسن فرق في العالم. ولكن هي الكرة ماشية ازاي؟ ماشية زي ما الإعلام المصري عايز او الصحافة المصرية عايزة، الكرة في مصر فقط لا غير. احلى مسا عليكم، بالتوفيق لعمر مرموش.